فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حديث سالم رضي الله عنه الذي يستدل به بعض طلبة العلم بالنسبة لرضاع الكبير وأنه محرم، يقول: ما الجواب عنه؟ هذا خاص بسالم، خاص بسالم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لا يقول برضاع الكبير إلا طائفة قليلة من العلماء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.